وسعيدي عيدي علينا مبارتين وسعيدي بيت بنت عم عنده قدام بيت بنت عم عنده يا الخوف والرمانة يا العايدو يا العايدو عيدي عيد علينا بالليالي عيدي. يحتفل ميناء الدوحة القديم بعيد الأضحى المبارك بتنظيم العديد من الفعاليات التي تميزت بالتنوع والشمول، مما أضفى على الميناء أجواء من الفرح والبهجة. وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة والبرامج التي استمتعت بها مختلف الفئات العمرية وجذبت الحضور من كافة مناطق الدولة. وكانت جلسات الفنون الشعبية البحرية في البندر من أبرز الفعاليات التي شهدها الميناء، حيث تميزت بعروض موسيقية تقليدية جسدت التراث البحري للمنطقة. وقام الفنانون بأداء الأهازيج البحرية القديمة التي تعكس حياة الصيادين والغواصين في قطر، مما أثار إعجاب الحاضرين وأعادهم إلى الزمن الجميل. وللأطفال نصيبهم من احتفالات ميناء الدوحة القديم في عيد الأضحى المبارك، حيث تم توفير أكشاك لألعاب الأطفال قدمت مجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية والتعليمية. واستمتع الأطفال بالألعاب والتحديات المختلفة ما أتاح لهم قضاء وقت ممتع ومفيد. أول شيء عيدكم مبارك، وجاي قطر علشان أشوف أجواء العيد، لأن ما شاء الله قطر حلوة خاصة في العيد، فأنصحكم كلكم تجون إلى قطر في العيد لأنه واجد واجد حلوة. أنا علي من البحرين، كل عام وأنتم بخير. استأنسنا وايد، ما جز يوم ولا يومين، بلا أسبوع أو أكثر. وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده. وتشكل احتفالات عيد الأضحى المبارك في ميناء الدوحة القديم مناسبة مميزة تجمع بين التراث البحري العريق والأنشطة الترفيهية الحديثة، كما تساهم هذه الفعاليات في نشر السعادة والفرح في نفوس الجميع، ما جعل منها ذكرى جميلة ستظل في الأذهان.